دلوقتي انا مش بشوف كويس. والدكتور قال لي لو انت اتفرجت على التلفزيون هتعمي. فما بتفرجش على التلفزيون خالص، وما اقدرش كمان اقعد في التكييف وقت طويل عشان عندي هشاشة. فما بقدرش اقعد كمان في التكييف، يعني لو فلحته 3-4 دقايق وبعد كده اقفله، يعني السن بقى لي حكمه. لا ازاي؟ وجاتني حاجة في ودني في الأذن الوسطى، أسمعك وأنت بتتكلم من هناك لكن ما أسمع، ما أعرفش أفسر كلامك كويس. شفتي أحفادك؟ آه. شفتيهم؟ آه شفتهم. في اللي بعتولي الصور بتاعتهم. عاملين إيه؟ كان في هو أسبق جايب بنتين مسميهم توأم، مسمي جيهان وجيلان. اوكي جمال. وبعت لي كان صور، ده اللي هو الدبلوماسي. هم الحمد لله ما اعرفش عنهم اي حاجه دلوقتي خالص. واحفادك؟ ولا احفادي ولا اي حد اعرف عنه اي حاجه، وعشان كده جيت. مفيش اي صله خلاص، قطعت الصله نهائيا. الحاجه اللي دايما شغله تفكيرك دلوقتي؟ دولت وعارفه ان هم مش هيطلعوا خلاص، يعني كده خلصوا. والتانيين قاعدين مع عمتهم وقاعدين خلاص. بس. وانا قاعده هنا. ما بقاش في حاجه بقى خلاص. عشان كده انا قلت له انا ما فيش لا بقى ورايا ولا قدامي. خلاص. اخويا مات في الحرب بتاع اكتوبر. وابويا مات. وكله ما بقاش في حد، واخواتي كمان ماتوا، ما بقاش في حد، فبقيت واحده. فقلت كمان اموت انا وما الناس ما تعرفش عني حاجه، اروح انا صعبه علشان خاطر لما اموت يقدروا يعني يدفنوني. بس هي الوحده صعبه؟ اه. حضرتك عشت لوحدك كام سنه؟ قعدت حوالي 5 سنين. كتير. حوالي 5 سنين. صعبة؟ صعبة. اه. ايه اصعب حاجة في الوحدة شفتيها؟ ايه اصعب حاجة ممكن تكون قابلتك؟